يقول: هل يجوز سداد دين ابن الأخ من الزكاة إذا كان فقيرا عاجزا عن السداد؟ نعم، لا بأس سدد زكاة دين ابن أخيك، لأنه أولى من غيره، لأنه من القرابة ذوي الرحم، ساعده في سداد الدين من الزكاة إذا كان لا يستطيع السداد هو ومطالب بالدين. نعم، لأنه من الغارمين.